صباح الخير. طبعا انت من امبارح عمال بتسمع حاجات غريبه جدا، عمال بتسمع حاجات غريبه. نادي الزمالك بيقدم دعوه على العشاء للمستشار تركي آل الشيخ، اكتشفوا عمل لمؤمن زكريا. موقف النادي الاهلي ايه بعد الخساره ومجلس ادارته يعني، والزمالك اجواءه ايه وعايش ازاي والموضوع ايه والاداره بتفكر فيه، كل ده واكتر ان شاء الله من خلال هذا الفيديو. ولكن كالعاده لو سمحت يا ريت لايك على الفيديو ده. صباح الخير وصباح الورد عليكم. تعالوا نبدا بالنادي الاهلي. مجلس إدارة النادي الأهلي وكما كان متوقعًا بيوقع عقوبات بقيمة 100,000 جنيه على كل لاعب في النادي الأهلي، وكمان في لائحة تانية هتتعمل مش عارف خصم المستحقات وقصص كبيرة، وفي خصم مضاعف تحديدًا لاتنين لعيبة تحديدًا، وهو رامي ربيعة إنن هو وعمر كمال إنن هو الآخر، الاتنين لعيبة اللي عملوا حركة النوم ديت، رامي ربيعة وعمر كمال عبد الواحد خصم مضاعف بقيمة 200,000 جنيه. بسبب مشاعر الغرور والثقه الزايده اللي وصلت للعيبه واللي احنا اتكلمنا عليها. يعني موقف محترم ويمكن اسلك صدر جمهور النادي الاهلي اللي حاسس ان اللعيبه بدات تتشبع من البطولات والالقاب وبدات تعيش الدور، والموضوع بالنسبه لهم بقى تحصيل حاصل، وكمان خصم من الجهاز الفني كمان، ودي جديده، خصم راتب المدير الفني شهر كامل للمدير الفني مارسيل كولر ومعاونينه بالكامل، بعد ما شاف مجلس اداره النادي الاهلي ان اللعيبه والجهاز الفني ما حضروش خالص للماتش وعاش الدور وضامنين المكسب، ودي مشاعر كانت واصله من بدري جدا. ونادي الزمالك استغلها بشكل كويس جدا بالحماس وبالعزيمه ورد اعتباره لانه اسم كبير وعظيم. الناحيه الثانيه نادي الزمالك لعيبته وصلت باحتفاليه كبيره جدا في المطار بمجرد وصولهم، عادوا مره ثانيه للاحتفال، احتفلوا مره في السعوديه ومره ثانيه عقب وصول لعيبه نادي الزمالك في المطار، اغاني واهزيج وفرحه كبيره مع كل لعيبه نادي الزمالك. دي الحاجه الثانيه في نادي الزمالك. الحاجه الثالثه برضه جوه نادي الزمالك، السيد ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق بيقدم دعوه رسميه للمستشار تركي آل الشيخ بعد ما نزل تغريده بيقول فيها ان هو بيشكر المسؤولين في السعوديه وموسم الرياض على التنظيم الجميل والرائع، وبيقدم دعوه رسميه على العشاء للمستشار تركي آل الشيخ. واحد يجي يقول لي يا اسلام عايزين نسمع رايك، اجي اقول لك بيصلح ما افسده الاخرون. المستشار تركي الشيخ اللي تم اتهامه في اكتر من مره ان هو يحاك للزمالك وان هو دايما ورا كل خسائر نادي الزمالك بالاخص في الماتشات اللي بتلعب في السعوديه، وان هو بيشتري كل الاطراف لمصلحه النادي الاهلي. الراجل اللي معروف ان هو اهلاوي ولكن لا يتدخل في اي شيء، فدايما كان يتقال ان هو بيكسب النادي الاهلي بالفلوس وبالنفوذ والعلاقات وكل الكلام الكتير جدا ده. يمكن بعد فوز النادي الزمالك في السعوديه وبعد كمان ذهاب المستشار تركي آل الشيخ لجماهير نادي الزمالك وتحيتهم والمشاركه معاهم في الفرحه والسعاده، يمكن بقى في يعني احساس بان هم تحاملوا على الراجل، والاستاذ ممدوح عباس بيحاول يصلح الصوره وبيقدم دعوه رسميه للمستشار تركي آل الشيخ على العشاء في نادي الزمالك. يعني اتمنى الهدوء لان الحقيقه الفتره اللي فاتت الموضوع ده كان طالع صعب جدا من ناس مؤثره في نادي الزمالك، وبالاخص طبعا جماهير نادي الزمالك كانت بتعيش ورا الموضوع، وبيزيد الاحتقان وبيزيد التعصب والكلام الغريب اللي الناس كانت بتصدقه. دي الحاجه الثالثه جوه نادي الزمالك. الحاجه الرابعه بقى حاجه غريبه جدا، مؤمن زكريا ربنا يشفيه، دي اكتر قصه غريبه اكيد الناس سمعتها امبارح. بيقول لك ايه بقى يا سيدي، واحد تربي والدته كانت بتحلم، دي تحس انها قصه بس ده اللي حصل يعني، اولا انا سمعته يعني، والدته كانت بتحلم بحلم مستمر على مدار اسبوع، بتحلم بحلم مستمر على مدار اسبوع. ايه الحلم بقى؟ ان بتطلب منها تزرع صباره في مكان معين، وبتشوف احلام غريبه وشكلها كده مرعب في مكان مقابر معينه، فالطلب من اللي هو التربي دوت يروح يزرع صباره في المكان ده. وهو رايح يزرع الصباره وبيحفر في الارض اكتشف كيسين، كل كيس فيهم في حاجه معينه، في ورقه، وجوه الورقه ديت في تلات اكياس، يعني كيس جواه تلات اكياس، حاجه هتعيش معايا انت اجواء تخوف صح؟ المهم ان هو فتح كل كيس فيهم، لقى الكيس الاولاني فيه صوره للاعب مؤمن زكريا وزوجته، وبيقول لك كمان العمل ده قديم، وكيس تاني فيه ايات قرانيه ومكتوبه بالاحمر وبالطلاسم وبالحاجات الغريبه جدا ديت. الراجل بعد ما فك الحاجات ديت او فتحها اكتشف ان الحاجه ديت تخص مؤمن زكريا. الحقيقه الموضوع مش لحد هنا بس والموضوع انتهى، بل بالعكس بيقول لك ان الطلاسم ديت كانت عايزه او معموله علشان اللاعب يجي له حاجات غريبه جدا يعني، ويتصب حاجات غريبه ويحصل له يعني مشاكل في حياته كبيره. علامه فلك بقى طلعت قامت عامله كرسي في الكلوب وجايه قايله فعلا كل دوت بسبب ايه؟ الخسوف. قالوا بسبب ايه يا حاج؟ قالوا بسبب الخسوف. يعني ايه الخسوف؟ قالت لك ما هو كان من اسبوع بالظبط كده كان في خسوف غريب جدا بيأكد ان هيتم الكشف عن حاجه غامضه وعن عمل معمول للاعب.
موضوع غريب ومتشعب. الأغرب من كده بقى إنه بيقول لك التربي دوت اكتشف إن الحاجات ديت محطوطة في مقابر الكابتن مجدي عبد الغني. آه والله، هو الراجل قال كده. بيقول لك في مقابر أسرة الكابتن مجدي عبد الغني، الكابتن مجدي عبد الغني طبعًا ما سكتش وجه قال أنا مالي ومال الحاجات ديت وأنا هعمل في مؤمن زكريا كده ليه؟ وبيقول بالعكس أنا كمان هلاحق كل اللي اتهمني بالحاجات البطلة ديت وأنا مش هأذي مؤمن زكريا. وكمان بيقول ده أنا من الثمانينات ما رحتش المقابر ديت وما زرتهاش من ساعة ما توفت والدتي، وبيقول لك احنا عندنا مقابر جديدة او هو عنده مقابر جديدة. موضوع غريب جدا وصعب والناس بتسمعه من امبارح، هو الحديث المتداول والمنتشر بشكل كبير. طب الدنيا رايحة فين؟ تم فتح تحقيق في الموضوع عشان يتأكدوا من صحة هذه المقولة والموضوع الغريب اللي بيتقال، وهل فعلا في حاجات كان مقصود بيها اذى للاعب مؤمن زكريا وصلته للمرحلة اللي هو فيها دلوقتي ديت، ولا الموضوع عبارة عن ان الشخص اللي طلع دوت طالع يصطاد ترند وطالع يقول اي كلام. كمان رأي الأزهر الشريف إيه؟ الأزهر الشريف قلت لنا أحد المشايخ اللي طلعوا اتكلموا، قالوا إن الحاجات ديت حاجات غير منطقية، وإن موضوع الحاجات الأعمال والكلام دوت وفكها كل الحاجات ديت حاجات خرف. هما يعني شايفين الحاجات ديت بيستهجنوها، وشايفين الحاجات ديت حاجات غير حقيقية وعبارة عن تجارة بالموضوع، وإن اللي هيأمن بيها يبقى شخص مش كويس، لأنه العلاج بالقرآن والعلاج بالحاجات ديت والأعمال والامراض والحاجات ديت يعني هما شايفين انها حاجه مش حقيقيه او حاجه ما ينفعش ان احنا نصدقها. ما بين هذا وذاك حديث مواقع التواصل الاجتماعي، ناس كتير جدا طبعا بتحب مؤمن زكريا وما فيهم انا اتعاطفوا مع الموضوع، بيقول لك هل ممكن ان يكون حد مؤذي جدا وصل المرحله ديت، وهل ممكن فعلا كابتن مجدي عبد الغني يكون هو ورا الموضوع اللي طلع نفى الكلام ده وبيقولها قاضي الطرب اللي طلع اتكلم واي حد بيتكلم في الموضوع ده وبيأكد ان انا اللي عملت كده. فما بين كابتن مجدي عبد الغني وبين كلام الطربي انت شايف ايه؟ يوم غريب وحاجات غريبه جدا بنسمعها من امبارح مش عارفين نصدق ايه. ربنا يشفي يا رب مؤمن زكريا، واي حد مؤذي اكيد يعني ربنا يقتص منه اكيد. احنا بنسمع موضوع زي ده كتير جدا، حد بيتصاب بالعين وحد بيتعمل له حاجات بيتحط له حاجات وبتاع، فاحنا بنسمع الحاجات ديت ما بين ان احنا نصدقها ومش هنصدقها مش انا اللي هفصل في القصه ديت، ولكن لو اي حد مؤذي ربنا يجازيه على قد نيته من الشر او من الخير، وطبعا مفيش مؤذي عنده خير، فربنا يجازيه على قد نيته من الشر ويديله اضعاف اضعافها. ربنا يشفي مؤمن زكريا، والف مليون مبروك لجمهور نادي الزمالك. وده كان ملخص يوم طويل جدا امبارح، مستني انا كمان رايكم، ويا ريت لو حد عنده خلفيه عن الموضوعات ديت يقول لي رايه، لان الحقيقه مشتت ما بين هل الحاجات ديت فعلا بتحصل، وهل فعلا ممكن بني ادم يتحصل له حاجه حقيقيه بعيد عن الحاجات الاسطوريه والقصص الخزعبليه، هل من الواقع فعلا الحاجات دي ممكن تاثر على بني ادم وتعمل له مشاكل في حياته، ولا الحاجات دي كلها عباره عن تراث وحاجات غريبه بيتم العمل فيها بشكل تجاري يعني عشان يستغلوا الناس الغلابه في دفع فلوس، ويقول لك هات حط اعمل عمل على رجل جمل والحاجات الغريبه ديت، وهات ديك وهات فرخه فيلم البيضه والحجر يعني. فهل الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ الله اعلم، بس ده كل اللي حصل امبارح. يومكم جميل ومستني رايكم. السلام عليكم.